de Jerez Thank you.
وعلى هذا المسبح المقدس وعلى موضع
ممكن مقدس هذا المصارعات والناديات فارزقنا إياه لأنك أنت قد أعطيت السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. علمني يا ربي طريقك واهدني في سبيل المستقيم
من أجل عدالات تسبني إليه مضيقيا لأنه قد قام علي شهود كذبوا علي ظلما فاللهم إني وعينك يا تذوق في أرض الأحياء تنتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر more.
عندما ذهب الباب لم أخذت إليه هذه المحلة كابلين عارض، لأن ليس لنا هنا مدينة بقية، لكننا نرجو العبيدة أن نقدم به كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي سمر شفاء معترف باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وشركائك في خدمة الرسولية بأن الأساتذة
المجتمعين معنا. الرب يحفظ لنا حياتكم. امين. اجيب يا مضارع الى اسم رب الى قوات ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي لم يكن دائما الى الابد امين. ولما جاء يسوع الى نواحي قيصريه فيلبس سال تلاميذه قائلا: من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، واخرون الي، واخرون ارميا، او واحد من الانبياء. قال لهم: انتم من تقولون اني انا؟ فاجاب سمعان بطرس وقال: انت هو المسيح ابن الله الحي. فاجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن ابي الذي في السماوات. وما اقول لك ايضا انت بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي، وابواب جهنم تقوى عليها. المذبح ونشترك كلنا الاباء الاسافه
كلنا مع بعض في ان احنا نمسح بلاطه المذبح دي كلها بزيت البيرون، وفي كده يصير مدشن، ومدشن يعني مخصص، ومخصص يعني مقدس لهذا العمل فقط. تقول لي ما كنا قبل كده بنعمل ايه؟ كنا بنصلي ازاي؟ هقول لك ان في حاجه اسمها اللوح المقدس. ده لوح خشب بيبقى مثلا عرضه 20 سنتي في طول 40 او 50 سنتي، بيبقى مرسوم عليه الصليب وبعض عبارات قبطيه زي قدوس الله، قدوس القلب، قدوس الحي الذي لا يموت. ده بنمسحه بالبيرون ونقدر نستخدمه في اي مكان. نحطه على مكان يبقى كانه مسبح مؤقت او بورتابل، يعني نقدر نشيله وياه. لدرجه زمان عشان كان فيه اضطهادات كثيره، فكانوا يروحوا يصلوا في المقابر ويصلوا في الحقول والمزارع، فبياخدوا يوم اللوح ده ازاي؟ فكانوا يعملوا اللوح ده جلد بحيث انه يدشنوا ربنا القسطر ويطبقوا الكامل ويحطوا في جلد. وده من ابداعات الاقبار اللي كانت موجوده في العصور دي. هنبتدي دلوقتي الصلوات بتاعت الاواشي السبعه عشان تشتركوا فيها وتبقوا واخدين بالكم منها. اتفضل. المسافرين لكل نوع وكل احد في كل موضع
ردود إلى من أهل ابن الخاص تفضل يا رب اسحبهم في الأكلار واسحبهم في المسير ردود إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك مع عبيدك كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب وربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ ist ihnen nach Mäßigkeit oder Faulheit widerfahren,
die Fleisch angezogen und selbst gewohnt haben, so vergib ihnen bitte, o Gott, gemäß deiner Güte und Menschenliebe. O Gott, deine Knechte, die richtig gläubigen Christen auf der ganzen Erde. Vom Osten zum Westen und vom Norden zum Süden, jedem in seinem Namen und jedem ihrem Namen lass sie, o Herr, und in keines Pfeifen und Reinheit, selbst wenn sein Leben auf Erden nur einen einzigen Tag gedauert hat, aber jene, deren Seelen du aufgenommen hast, lass ausruhen und deines Himmelreiches würdig werden, uns aber schenke Christ und Endung, die dir wohl gefällt, gib ihnen und uns einen Teil und Erbschaft mit all deinen الذي ربكم مكرر فيها كلمة يا رب كتير. نسأل الرب
القائلين يا den Ort Bethel, das Haus Gottes,
dich Gott unseren Erlöser bitten wir, erhöre uns und erbarme dich unser. Yeah.
فرموس الشهيد الأول وأبيه وقديسة الله وإيماقوس ناطر الله إنجيل الرسول ووساط القديسين والصديقين دعوا يا رب اسمعنا نحن الخطاة وارحمنا. Yeah.
مجدد كل طقوس الكانون في مرافق الواحد الجامع الرسولي المانح المفرد والأطارة بمذبحك الناطق الذي فوق السماوات أنت أمرت قديما من بناء قبة على الجبل المقدس وفي آخر الأيام بنور ابنك الوحيد ثبت مذبحا عقديا للذبيحة غير الدموية الناطقة في بيعتك المقدسة أنت أيضا الآن أرسل علينا نعمة روحك القدوس على هذه البيضة الموضوعة على مذبحك المقدس ليكون مذبحا روحيا يقدم عليك الصعيد الناطقة غير الدموية الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لابنك الوحيد ويكون طهرا وشفاء وبركة روحانية لكل الذين تقدمون إليه مجدا وكرامة لاسمك القدوس لأن لك المجد مع ابنك الوحيد والروح القدس الوحي المساوي لك الآن وكل أوان الظهور آمين. وأعطى الصبا بالولاد الجديد والتانوت والنواميس والعفق
والآن منطبع كمالنا الذي اكتسبه لنا أعطي كل حين ويقدمنا على الهدائق وصايا الله الآن أمر الله والروح القدوس. نسأل ورسل بذنبه وحب البشر كمل تقديس هذا المسبح من قبل زيت النعمة وسر الروح القدس بواسطة المسحة المقدسة. نقدم عليه الصعيد غير الدموية ونقف أمام عرش نعمتك ونقرب عنا وعن كل الشعب الطهار ونتناول بإيمان مستقيم وسيرة طاهرة الجسد السيدي الذي سلم عنا والجسد الكريم الذي أريق من أجلنا الذي هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نعم يا ملكنا اسمع لنا نسألك أرسل علينا نعمة روحك القدوس لتكميل هذه الخدمة الموضوعة وهذه المائدة لنا لشركة صغائرك المقدسة غير المائدة السمائية مسبح طاهر أمين. Thank you.
أتمنى أن أدخل إلى ديارك يا رب. قلبي وجسدي يتهللان بالله الحي، لأن العفور وجد له بيتا، واليمام عشب حيث يضع فراقهن. مذابحك يا رب إله القوات، ملكي وإلهي طوباه جميع السكان، يسبحونك إلى الأبد طوبى لأناس عزهم بك. طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، لأن واضع الناموس يعطي البركات، يسيرون من قوة إلى قوة. يظهر في صهيون إله الآلهة، أيها الرب إله القوات، اسمع صلاتي وانصت يا إله يعقوب، لأن يوما واحدا في ديار الرب خير من هذا. وأنطق بجميع عجائبك يا رب أحبابك بهاء بيتك وموضع مجدك، المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل وعده الدور كله آمين. واحدة من الأشهر تبقى بتقوله مجيد وقال
المعمودية. So
30. نعم في الدكتورة لي. أيوة 39 سنة. حلو خالص. تفضل. 34 كويس خالص. بتشهدوا ازاي ربنا بيطور العمل وازاي ابونا حنا جيت الخدم وتعب ورفع عليكم كلكم وربنا بيعطيكم يا اخوانا الجنبيين واباء احباب والكنيسه تكبر شويه بشويه والكنيسه دي اصلا كانت خطيه انا العروس فايت بيقولوا العروس وبعدين ربنا يخليها كده موجودة وموقعها طبعا متميز في البلد وتاخد اسم ماري بولس. ورغم انها كنيسة مش كبيرة قوي لكن انا عارف انكم بتحبوها خالص. وبعدين لما اتعمل لها السور اللي بره ده اعطاها بقى الكيان بتاعها. ربنا يبارك العمل ويبارك الخدمة وخليك دايما انسان ايجابي. الواحد يبقى ايجابي عمال يتطلع ربنا عمال يعمل شغل ورا شغل. في واحد تلاقيه دايما ناطر. واحد ما عندوش ال بيقولوا ايه؟ ما عندوش ايه؟ ومش هكملها طبعا. في واحد ما عندوش حاجه. في واحد عينيه ايجابيه. يعني كل عمل يكبر شويه شويه. البذره لو بصيت لها كده هي ايه البذره دي؟ لكن بس طول بالك كده حطها في التربة تطلع شجرة وتطلع ثمر وتطلع زهر وتطلع ورد وتطلع صنار وتطلع أكسجين وتطلع كل حاجة. مبروك عليكم. نبتدي بقى القداس. استريحتوا؟ يلا. يلا.